المستشفى دي خسرانة ليه يا أستاذ ثروت؟ حضرتك. أيوة حضرتي. ماله حضرتي؟ أنا اللي خسرتكم ولا إيه؟ مش قصدي يا فندم. الورق ده كله هيشوفه الأستاذ رزق. الأستاذ رزق روماني؟ أيوة الأستاذ رزق روماني، هو جاي دلوقتي. هيخلص محاضرته في الجامعة ويجي. اللي تشوفه سعادتك. جبت منين المليون جنيه اللي في البنك يا ثروت؟ هتموت. ايه؟ اجيب لك ميه؟ اجيب لك ميه ولا تموت قبل ما ترجع للناس فلوسها؟ ناس مين؟ 10 ممرضات ب 300,000 جنيه. هتكشف الممرضات يا ماهر. ابوس ايدك بلاش فضايح. هيرفعوا عليك قضايا وانا متكفل باجره المحاميين. هجيب لهم دكاتره يوصلوك للاعدام. هرجع لهم فلوسهم. اكتب شيك بنص مليون جنيه. ليه؟ كفايه عليك نص يا ثروت. ما حتمشيش من هنا بمليون جنيه يا ثروت، حتى السرقه ليها اصول يا اخي. ادخل. اهلا يا استاذ رزق. اهلا. معلش اخرت عليك. سيكه سيكه. مهما تعلى هتفضل سيكه دي على لسانك. هتعمل ايه بس؟ تأثير شغل يا ريس. هتظبط الاوراق دي وتسلم الاستاذ عدلي المكتب. ها؟ امرك. فين الشيكه ب 600,000 جنيه؟ هم مش كانوا 500,000؟ ايوه صح. خلاص اكتب شيك ب 650,000 جنيه. انا بعرضك. كفايه بقى. العشر ممرضات يتعينوا يا دكتور رزق ويقبضوا الفلوس اللي سرقها منيهم الاستاذ ثروت. تحت امرك يا ريس. بسم الله ما شاء الله. عريس ورحمة أبويا لجوزك السنة دي بنت خالتك. طيب هو في واحد ترضى تتجوز واحد أبوه اسمه كين وجدعون؟ كين؟ وهو فين كين دلوقتي؟ ما خلاص أنت ركبت عليه ودلدلت رجليك وبكرة إن شاء الله تورثه وترجع له أمك اللي اتسرق منها. بقول لك إيه؟ بطلي نبر بدل ما أروح ألاقي كين فتح. اللي بيتعمي يا حبيب امك ما بيفتحش تاني عشان هو اصلا اعمى من جوه، واللي بيتعمي بيحتاج حد يسوق.